قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. العقوق يا معاشر المسلمين الذي هو كل قول وفعل يتأذى منه الوالدان، فاجتنبه يا أيها الابن، واحرص على برهما ولتفرق من عقوقهما، فإنه من الجرائم العظيمة. بكاء الوالدين من العقوق، رفع الصوت عليهما من العقوق، التأفف عندهما من العقوق، تقديم طاعة الزوجة على طاعتهما من العقوق. فخذ بهذه الوصية وعض عليها بالنواجذ. أما إذا أبيت وأصررت على العقوق فأبشر، أبشر بما يسوءك في الدنيا والآخرة، أبشر بسخط الله جل وعلا عليك. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. أقول لك أيها العاق، أبشر أبشر، فإن الله عز وجل لا ينظر إليك يوم القيامة فلا ترحم ولا يدخلك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، وذكر منهم العاق لوالديه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلهم الله الجنة، وذكر منهم العاق لوالديه. رواه النسائي. أيها العاق لوالديه أبشر، فإنك ملعون. قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من عق والديه، ملعون من عق والديه. فكيف بعد هذا ترجو فلاحا ونجاحا وسعادة في الدنيا والآخرة؟ كيف تروم الفلاح وجبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة قد دعا عليك وأمن على دعائه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قد قال: إن جبريل عرض لي فقال: من أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة فأبعده الله. قل آمين. قلت آمين. كيف يفلح من دعا جبريل عليه وأمن محمد صلى الله عليه وسلم على دعائه؟ نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وإن أبيت وأصررت إلا العقوق، فاعلم أنها عقوبة تعجل لك في الدنيا قبل الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. ومن ذلك: انتظر عقوق أبنائك لك من جراء وجزاء عقوقك لوالديك. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اجعلنا بارين بآبائنا. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا. اللهم اجعلنا بارين بهم يا رب العالمين. اللهم أطل في عمرهما في طاعتك، وارحم من مات منهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.